تواصل الهجمات على زيلنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وسط أنباء عن سيطرة الدعم السريع عليها. أنقرة تنتظر رد دمشق على 4 شروط تعتبرها ضرورية لبناء الثقة، أبرزها مسؤولية ضمان أمن الحدود. بعد اختفائه أنباء عن اعتقال الجنرال سورفيكين لدعمه تمرد فاغنر وزجه بسجن لوفورتوفو المحصن. بعد رمي جمرة العقبة في أول أيام العيد، الحجاج يبدأون اليوم أول أيام التشريق ويرمون الجمرة الصغرى. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. أهلا بكم دائما برفقتنا مع قناة الحدث إلى جولة أخبارية مفصلة. أفادت مصادر الحدث بتعرض مدينة زيلنجي عاصمة ولاية وسط دارفور لهجمات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الموالية لها، فيما تفيد الأنباء بسيطرة قوات الدعم السريع على الولاية وجميع المرافق الحيوية هناك، كما خلفت المعارك هناك انفلاتا أمنيا كبيرا أدى إلى نهب جميع أقسام الشرطة والمراكز الخدمية. كذلك اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجددت جنوب العاصمة الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة. كذلك نفذ الطيران الحربي ضربات على أهداف متفرقة في الخرطوم وأم درمان بالتزامن مع سماع ذوي مضادات أرضية دون أن تتضح طبيعة هذه الأهداف، فيما يواصل الطيران الحربي التحليق بكثافة في سماء مدينة بحري شمال الخرطوم. أوروك الله يا فداي. أوروك ولا أنا متعين الجبال. ده مباشر يا نمير، ده مباشر، ده مباشر وده البشير يا نمير. الله أكبر، الله أكبر، بالله العفن، الله أكبر، الله أكبر، اللهم سدد رميه. قال حاكم إقليمي دارفور مني أركم الناوي إن الحرب الدائرة الآن في السودان لا تحمل أي قيم أخلاقية وإنسانية، وأن تمددها ووصولها لدارفور جاء مصحوبا بمظاهر سالبة ومظاهر النهب والسلب والاغتصاب. وأضاف مناوي في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى من داخل محلية كرنوي بولاية شمال دارفور أن السلطات في الإقليم تبذل حاليا جهدا أكبر من طاقتها لتأمين المدنيين والمساعدة الإنسانية والمقار الاستراتيجي من خلال القوات المشتركة المكونة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا. وأشار مناوي إلى أن الحرب المستمرة حاليا لا علاقة لها بهم مع سعيهم الحثيث لوقفها عبر مختلف المبادرات. نحن بعد ما جينا لدارفور لم نجد أمامنا الحكومة إلا حركات كفاح المسلحة، فلذلك قررنا بأن نكون أو العصب بتاع القوة بتاعتنا دي، العصب الكبير بتاعت القوة بتاعتنا دي اضطرينا بأن نجعلها قوة
مشتركة من الحركات الكفاح المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا. والآن هذه الحركات تأمن من كريمة كوستي بور سودان أو كوستي الأبيض حتى حدود في الجنينة. وما زلنا لدينا قوات في خارج دارفور لحماية الطريق الطويل اللي ذكرناه، وبالإضافة لحماية مقرات المنظمات، حماية مؤسسات، حماية الأسواق وحماية غيرها. فنجد أن الحرب انتقالها في دارفور مصحوبة بالنهب المسلح، مصحوبة بالنبرة عنصرية، مصحوبة بالنبرة كراهية، مصحوبة بالقتل، مصحوبة بالاغتصابات، مصحوبة بالأخلاق لا تشبه أخلاق التي نحن كنا حاملين السلاح من أجلها. لا في قيمة إنسانية، لا في قيمة أخلاقية، لا في قيمة دنيوية، ولا في قيمة أخروية خالص. لقيناها إنما الناس يتميزون أنفسهم بجلود وبألوان وبالقبائل، فيأكلون ويشربون ويقتلون وينهبون ويغتصبون وضح النهار أمام الناس. أنا لا أعرف كيف يحكمون هؤلاء البشر. وللوقوف عند كل هذه التطورات ينضم إلينا من الخرطوم اللواء الركن الدكتور محمد خليل الصائم، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا، كل عام وأنت بخير. وطبعا يعني مع مناسبة العيد نسأل كيف جاء العيد على السودان والسودانيين، خصوصا وكان هناك حديث عن وجود هدنة من طرف واحد أعلن عنها حميتي، بعدها أعلن قائد الجيش أيضا من طرف واحد عن الهدنة. هل فعلا كان هناك هدنة نعمة من خلالها ولو لساعات قليلة أهل السودان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين في قناة طيب. الحدث، وكل سنة كل المسلمين طيبين، وإن شاء الله يعني يعود علينا بالأمن والاستقرار والخير والسلام بإذن الله. حقيقة العيد هذه السنة، مش العيد، عيد الفطر اللي قبله، الناس كانت حزينة جدا، ولكن يعني نحن مأمورين إنه نفرح بالعيد لأنه نحن مسلمين، نفرح بالعيد أيا كان العيد، الظروف اللي مرت بينا وكذا. لكن على كل حال الناس يعني عيدت والحمد لله، برغم الحزن والمرارات التي يعني ألمت بكل المواطنين في الخرطوم وفي كافة أنحاء السودان الأخرى وخاصة منطقة دارفور. هدنة ليست بالمعنى الواضح، هنالك هدنة، هنالك خروقات عديدة جدا جدا. دائما الخروقات تبدأ من الدعم السريع وترد على القوات المسلحة، ودي حقيقة النازعة جماعة تكابر وتذكر كلام كذب أن القوات المسلحة أعلنت هدنة، التزمت بالهدنة عدا أن تمت الخروقات من الدعم السريع وردت على القوات المسلحة. يعني أيضا هناك دائما حضرة اللواء اتهامات من كلا الجانبين واحدهم للآخر، وقد تبعنا من خلال الفيديوهات بأن هناك عودة يعني للطيران واستخدام الأسلحة الثقيلة أيضا من قبل الجيش، وبالتالي يعني هل من مكان لهدنة برغم كل المبادرات؟ والله في اعتقادي أن هذه الهدن لا تجدي كثيرة. هذه الهدن يتم خرقها لأنه قوات الدعم السريع ليس يعني بينه وبين بعض تواصل كبير، تفتقر إلى المواصلات بينه وبين بعض، لديها آلة إعلامية ضخمة جدا جدا تهول الأمور وتزيد من صعوبة أن الناس تصل لهدنة. الآلة إعلامية كبيرة جدا جدا، تصوير بسرعة جدا تنزل، واتضح جليا أن هذه الآلة الإعلامية لا تدار من السودان، تدار من خارج السودان. يعني كان هناك أيضا إقرار من حميتي بأن يعني بعض عناصر الدعم السريع تقوم بعمليات ربما يعني سلب ونهب، ولكن دعنا نتحدث أيضا عن جانب مهم آخر وهو موضوع دارفور. هل فعلا يعني سيطرت قوات الدعم السريع على وسط عاصمة دارفور زالنجي؟ هناك تضارب في المعلومات حضرة اللواء. هو هذا الذي رشح الآن، حتى الآن لم نستوثق من أنه دار زالنجي تم احتلاله.
أنا عايز أشير حاجة مهمة جدا. تفضل تفضل. الحرب الآن بين قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها هي حرب ضد المواطنين الذين القير عرب أو 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 قير عرب في دارفور. وكما أشار الأخ مني أركم الناي إنه هذه الحرب الآن هي حرب ألوان، أنت عربي أنا زرقاء أنت كده. الآن الذي يتم في هذه المدة، وهذا يعني هذا مقلق جدا من أن تتحول هذه الحرب إلى حرب أهلية كما كان يتوقع البعض. هي أساسا دارفور بدأت حرب أهلية منذ السبعينيات القرن الماضي، هي منذ السبعينيات القرن الماضي اشتدت 76 2003 كانت قمة الحرب في دارفور، وهي حرب كانت قبلية وكانت بداية هي حرب على الكلاء قبائل على الكلاء وعلى الحيازات الأرض اللي يسموها الحواكير، وتحولت بعد ذلك من حرب لحرب موارد إلى حرب قبلية طاحنة. والآن الآن تمارس كما مورست في الجنينة باعتراف. نعم حميد يحترف أنه هناك تفلتات، هي ليست تفلتات، هي حرب ممنهجة ضد المواطن السوداني، وذلك ظهر جليا في الجنينة وفي الخرطوم. في الجنينة هناك فيديوهات توثق للدعم السريع بنفسهم، وثقوا لنفسهم بنفسهم، وثقوا أنه نحن العرب. يعني هل هذا قد يؤسس ربما لمدخل ما من أجل الجلوس إلى طاولة لطالما هناك إقرار؟ نعم بالتأكيد إنه يجب أن يكون هنالك حوار، يجب أن يكون هنالك تفاوض على إيقاف هذه الانتهاكات الضخمة، لأن المواطن ليس له يعني أي حل آخر. إنه المواطن الآن تم يقولون أنه تم اجتياح مدينة زالنجي، تم اجتياح مدينة، اجتياح المواطنين وليس العسكر وليس القوات المسلحة. تم وبالتالي ثم بعد ذلك يأتي النهب والسلب وتتيح هذه القوات الدعم السريع مع القوات العربية المتحالفة معها، تتيح لهم الفرصة لنهب البلد وهم ينظرون ويتفرجون. هؤلاء نعم يعني كنت أود يعني نعم متابعة هذا النقاش، خصوصا وأن أركم الناوي تحدث عن الحركات المسلحة، ولكن يعني الوقت داهمنا، طبعا سيكون لنا متابعة في النشرات المقبلة. نشكر لك كل ما تفضلت به معنا من الخرطوم، اللواء الركن الدكتور محمد خليل الصائم، شكرا لك. وثقت الحدث شهادات السودانيين في أحياء جريف غرب شرق جنوب الخرطوم الذين عاشوا لحظات العيد الأولى في أجواء صعبة. التوترات الأمنية والحرب انعكست على حياتهم وجعلت الفرحة بالعيد منقوصة. أهلا بكم، نحن الآن هنا في أحياء الجريف غرب بالعاصمة الخرطوم، أجواء العيد عيد الأضحى المبارك مع استمرار الاشتباكات العسكرية في عدد من المناطق المجاورة لهذه المنطقة. كيف هي أجواء العيد وكيف حلت هذه الأجواء على عدد كبير جدا من السكان في هذه المناطق؟ الصغار والكبار لديهم كثير جدا من الآمال وكثير جدا من الطموحات وكثير جدا من الأمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم، نحن الآن داخل أحد منازل المواطنين هنا نتعرف على أجوائهم وعلى حالة العيد وكيف مر هذا العيد مع عدد من الظروف المحيطة بعدد من الأحياء. نتعرف على هذه الأسرة ونرحب بهم في عيد الأضحى. رغم أن ظروف الصعب والحياة أيدنا الحمد لله، وجيران مرينا لجيران وكل حاجة، لكن شيء نتمنى من الله ربنا يوقف الحرب ويدوم السلام لكل سوداني وكل مواطن سوداني. أجواء العيد في الجريف غرب تختلف عن عدد كثير من المناطق، هنا السكان ما زالوا قاطنين لهذه المناطق يحاولون التعايش مع والتكيف مع وضع الحرب الذي يخيم على عدد كبير جدا من الأحياء. نتعرف على عدد من المواطنين وعدد من الآراء في هذه اللحظة. والله زي ما أنت شايف الشوارع فاضية، بدل البرهان وحميتي اللي يضحوا على الناس بيضحوا بالشعب السوداني. بصورة عامة العيد معالمه وفرحة انتهت. نحن عندنا 4 أعياد ولا 5 أعياد من فض الاحتصام لغاية الليلة، ناس ما عيدت بعيد بصورة مريحة. الأسباب شنو؟ نزاعات. أجواء العيد كيف مرت الساعات الأولى وعدد من الساعات الأخرى أيضا نتعرف عليها من خلال هذه الزيارات لعدد من الأسر في أحياء الجريف غرب. أسرة الموسيقي الهادي الطيب
لا تمل سماعه، فقد عكرت الحرب صفو حياتهم وغابت معالم العيد، فعبر عنهم لحنا يتوشح حزنا ووعدا وتمني. وزي ما شايف جو الأسرة الحمد لله الدنيا عيد، وربنا احنا لازم يعني فرحة العيد لازم نفرح بها، لازم نخلي اي حاجة ورا ظهرنا لكن نفرح بالعيد اليوم الليلة بالذات. بعض الناس تضحي بيخشوا المطبخ، يعني بيشتغلوا الشيء المراري بجنبه والشطة بجنبه والشيء بجنبه، والمطبخ يعني يكون جايد وحالته ما عادية يعني، ودي افتقدناه والله. أهل هذه البيوت فتحوا قلوبهم وبيوتهم واحتفوا بالعيد رغم أنه يمر بظروف صعبة جدا على كثير جدا من الأسر والأهالي الذين ما زالوا يقطنون في هذه الأحياء. عمار أبو شيبة لغنتي العربية والحدث، شرق العاصمة الخرطوم. فصل قصير نعود بعده لمتابعة آخر الأخبار، ابقوا برفقتي. تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مرابط خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذا كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ من حولك في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. اهلا ومرحبا بكم من جديد. نقلت صحيفه وول ستريت جورنال عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله ان علاقات تل ابيب مع واشنطن ما تزال قويه على الرغم من عدم تلقيه دعوه لزياره واشنطن. نتنياهو وفي معرض تصريحه لوول ستريت جورنال اكد نقل مخاوفه لروسيا بشان علاقتها العسكريه المتزايده مع ايران، كما اشار نتنياهو خلال لقائه مع الصحيفه الامريكيه انه يحيي خطه ل التعديلات القضائية دون المواد الخلافية. وفي آسيا، قالت مصادر للحدث إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران باعتزام الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عقوبات الصواريخ البالستية المقرر أن تنتهي في شهر أكتوبر القادم بموجب اتفاق إيران النووي المبرم في العام 2015. وقد عزت المصادر إبقاء العقوبات لعدة أسباب، وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران لصواريخ بالستية لروسيا، بالإضافة لحرمان إيران من منافع الاتفاق النووي التي منحت لها بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب واشنطن منه. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن لا اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، داعيا إياها إلى عدم اتخاذ إجراءات تصعد التوترات مع الدول الأخرى.
إيران إما لم تستطع أو لن تفعل ما هو ضروري للعودة إلى الامتثال، وهذا يعود الآن إلى عدة أشهر. لذلك ليس هناك اتفاق في المستقبل القريب حتى مع استمرار استعدادنا لاستكشاف المسارات الدبلوماسية. أعتقد إذا كانت إيران قد اتخذت إجراءات، أو ربما من الأفضل عدم اتخاذ إجراءات تزيد من تصعيد التوترات ليس فقط بيننا ولكن مع دول أخرى، سنرى من خلال أفعالهم. كشفت مصادر تركيا عن شروط وضعتها أنقرة أمام دمشق خلال محادثات التطبيع الرباعية التي جرت في 20 و21 من يونيو الحالي. ونقلت صحيفة يني شفق التركية عن مصدر أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية طرح 4 شروط على الوفد السوري باعتبارها ضرورية لما وصفته ببناء الثقة. وقال المصدر إن أنقرة تنتظر رد دمشق على الشروط التي يتعلق أولها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث طرح الجانب التركي تأسيس آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات، وذلك للقيام بعمليات عسكرية مشتركة. وأوضح أيضا المصدر هو نفسه أن تركيا طلبت سوريا بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة الآمنة للاجئين السوريين، ويتعلق المطلب التركي الثالث بالعملية السياسية وأيضا بإدارتها وصياغة دستور جديد، أما الرابع فهو إجراء انتخابات. إلى ذلك أعلن مسؤول روسي في سوريا أن الضربات الجوية الروسية عالية الدقة ستستمر حتى القضاء التام على المسلحين المتورطين فيما أسماه بالاستفزازات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، مؤكدا تنفيذ الضربات دقيقة على أهدافهم والتي كانت نتيجتها تدمير مركز قيادة القوات المسلحة ومستودع للأسلحة والذخيرة والقضاء على 18 مسلحا، داعيا الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف قصف مواقع الجيش السوري ومنشآت البنية التحتية المدنية. كما أعلن المسؤول أن روسيا سجلت 11 حالة انتهاك تتعلق برحلات مسيرات من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في انتهاك ممنهج لبروتوكولات عدم الاشتباك. وللحديث أكثر عن علاقة التطبيع التي يعني تدعمها روسيا ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية، كل عام وأنت بخير. بداية كما تبعنا في الخبر، طبعا هناك يعني شروط 4 وضعتها تركيا تتضمن تأمين الحدود من أجل انسحاب تركيا وعودة اللاجئين بشكل آمن، أيضا دستور جديد فيما يتعلق بملف المعارضة وربما يعني إدخالها في الحياة السياسية وانتخابات عامة. برأيك إلى أي مدى هذه الشروط قابلة للتحقيق وما السقف الزمني لذلك؟ تحياتي لك جيزيل وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير للعاملين في قناة الحدث. طبعا نحن نعتقد بان يعني اولا اذا كان هناك فعلا يعني 4 شروط، فالشرط الاول يعني هو مثلا محاربه التنظيمات الارهابيه، وقد بدات فعلا كما نتابع استاذ غسان. انا اعتقد يعني ان هذا يعني لاحظي كما قلت لحضرتك يعني بان البيان الروسي قال ضربات دقيقه، الضربات الدقيقه يجب ان تستند إلى معلومات استخباراتية، وهذه المعلومات يجب أن تستهدف قادة مثلا جبهة النصرة، قادة لواء الحمزة، قادة مثلا التركستاني وغير ذلك. وأعتقد أن لولا التعاون الاستخباراتي يعني وهذا تحليل شخصي لن يكون هناك ضربات دقيقة بالمعنى الدقيق للكلمة. هذا من جهة، لكن أريد أن أقول لك إذا كان هناك اتفاق يعني على محاربة التنظيمات الإرهابية، هناك خلاف يعني في تعريف التنظيمات الإرهابية بين كل من سوريا وتركيا، لأن تركيا تعتبر يعني حزب الاتحاد الديمقراطي الذي هو يعني يشكل قسد ويتعاون مع حزب العمال الكردستاني هو التنظيم الإرهابي، في حين سوريا لا تعتبر هذا التنظيم إرهابيا وتعتبره يعني له ميول انفصالية ويمكن حل هذه المواضيع. أما سوريا فتعتبر يعني الإرهاب
أو المجموعات الإرهابية هي داعش، النصرة، الحزب التركستاني، يعني حراس الدين وغير ذلك. ولذلك حتى الآن يعني هذا فيما في الشرط الأول. الشرط الآخر مثلا، وبالتالي هي نقطة خلافية موضوع قصد قوات سوريا الديمقراطية، يعني بالنسبة لما تراه سوريا وبالنسبة لما، وأيضا لدينا نعم. العامل الأمريكي جيزيل، يعني نعم. العامل الأمريكي، أمريكا موجودة في هذه المنطقة ولن يتم، يعني حتى لو تحالفت مثلا سوريا وتركيا وإيران ويعني في هذه المنطقة هناك العامل الأمريكي، ويجب أن يكون يحسب هذا الحساب، هذا من جهة. أما وهذا ما طلبت به، عذرا للمقاطعة أستاذ غسان، يعني طلبت تركيا بأن يكون هناك آلية تنسيق بين الدول الأربع يعني لتحقيق هذه الشروط. هذا موجود، هذا موجود، وأعلن عنه وزير الدفاع السابق التركي السابق خلوصي أكار قبل اجتماع العاشر من مايو الذي جمع وزراء الخارجية الأربعة في موسكو. ولكن يعني أنا أقول لك المفاوضات ستأخذ وقت طويل بالنسبة للشروط، يعني لي حتى لا يدركنا الوقت بالنسبة للشروط ما يسمى العودة الآمنة للاجئين. أنا أعتقد بأن سوريا أعلنت أكثر من مرة، وأصدر الرئيس الأسد الكثير من مراسيم العفو والكثير من الضمانات، ولكن هل المال موجود لإعادة يعني بناء مساكن لهؤلاء؟ هذا ما قاله وزير الخارجية يعني فيصل مقداد، قال يجب أن يكون هناك تعاون من الدول العربية لبناء بنية تحتية لعودة اللاجئين، يجب أن يكون هناك مساعدة للأماكن، وسمها التعافي المبكر. وأعتقد بأن هذا أصبح واضحا، ولكن سوريا ترفض أن يعود اللاجئون إلى أماكن غير أماكنهم، وأن يسكنوا مثلا في مناطق هجر أهلها كعفرين وإعزاز والباب وغيرها، وهذا تسميه هنا عملية تغيير ديموغرافي. وهذا يعني ما يتم دائما الحديث عنه في سوريا، يعني التغيير الديموغرافي. لقد دهمنا الوقت طبعا للحديث بقية معك، شكرا لك لهذه المشاركة معنا من دمشق، الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف. هذه النشرة مستمرة، فيها أيضا بعد الفاصل القبض على القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا لتورطه مع فاغنر. إقدام المواطنين على المراكز لحمل السلاح ودعم الجيش في هذه المعركة؟ الجيش الآن غير قادر على أن يفرض الأمن في البلد. احنا تعبانين وجينا ما لقينا أكل. لأي حد يعني هناك حركة مساعدات وتصل إلى المحتاجين. قوات الدعم السريع هي الآن في المنازل في المستشفيات وتطالب بأن تخلي هذه المناطق. يصعب الوصول ووصول هذه المساعدات لعدد كبير من المرافق باعتبارات كثيرة، من ضمنها انتشار القناصة على عدد من البنايات. أخرجونا من هذه الحرب، نحن بلد شعب مسالم. أعلنت الهدنة لأجل خدمة المدنيين، لماذا ربما عدم الالتزام من قبل قوات الدعم السريع؟ نحن أخي الفاضل تزمون تماما بالهدنة. يكون هناك طرف ثالث يبحث عن النفوذ. إيه أنت لما تكون مسيطر على 90% من الخرطوم، المفروض أنت تكون مسيطر على كل شيء. دعم السريع، هل هي جماعات فعلا مسلحة جاءت من خارج الحدود؟ خلفت ضحايا سواء من الطرفين، قوات الدعم السريع من الجيش أم حتى من المدنيين؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا
أهلا ومرحبا بكم من جديد. أفادت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن اعتقال نائب قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سورفيكين بتهمة الخيانة العظمى لتورطه مع مجموعة فاغنر وفقا لصحيفة موسكو تايمز الروسية. تقارير عسكرية أفادت باقتياد سورفيكين إلى سجن لوفرتوفو في موسكو. وكانت نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت في تقرير نشرته يوم الثلاثاء بأنه كان لسورفيكين علم مسبق بخطط قائد فاغنر يفغيني بريغوجين للتمرد. الصحيفة نقلت أيضا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم بأن الجنرال الروسي كان متعاطفا مع تمرد فاغنر، ولكن من غير الواضح إن كان قد شارك في دعمه بأي شكل، بالإشارة إلى أن سورفيكين كان يشغل مؤخرا منصب قائد قوات الفضاء الروسية. سيرغي سوروفكين تولى مناصب رفيعة بين عامي 2005 و2008، عين مديراً للعمليات في القوات المسلحة. في عام 2013 عين قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية. في عام 2014 المشاركة الأولى في الحرب ضد أوكرانيا وإرسال دبابات من منطقة روستوف. في عام 2017 عين قائداً للقوات الروسية في سوريا. في فبراير من عام 2023 قاد تطويق القوات المسلحة الأوكرانية بمدينتي غورسكي وزولوتي في لوغانسك. عين على رأس القوات الروسية في أوكرانيا ليتم بعدها نقل المهمة إلى رئيس الأركان. وللحديث أكثر ينضم إلينا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي فيتشيسلاف ماتوزوف. أهلا بك سيد فيتشيسلاف. لماذا يعني كل هذا التضارب؟ أهلا بك. لماذا كل هذا التضارب فيما يتعلق بمصير سيرغي سوروفكين؟ هناك تضارب، هناك إشاعات، ما حقيقة الأمر؟ حرب الإشاعات هذا من أدوات الحرب الجارية في الميدان في القتال لا شك، ولذلك يستفيدون من أي قصة أن على وسائل الإعلام حتى يؤثر على مستوى المعنويات في صفوف الجيش المواجه. هل تنفي تورطه مع يفغيني بريغوجين في حالة التمرد أم تؤكدها؟ أولا أن هو كان مكلف رسميا، أن كان مسؤولا رسميا على علاقات بين وزارة الدفاع ومجموعة شركة الخاصة فاغنر في أوكرانيا، ولذلك ليست هناك كانت عنده أي شيء خارج توجيهات الوزير الدفاع. شيء ثاني أن هو كان بصفته قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا كان في اتصال مع شركة فاغنر في سوريا كذلك أثناء وجوده في حقل القتال هناك في دير الزور وفي كونوكو. هو كان على الاتصال مع شركة فاغنر. نعم. لذلك اليوم نتيجة توجيهات من قبل لجنة مجلس التحقيقات الروسية هناك يجري تحقيقات ما سار شو أثار هذا التمرد والخلاف بين فاغنر والجيش، وطبعا الآن تحقيقات تستمر. ولكن كما يقول خبراء أنه حوالي يومين أو ثلاثة سوروفكين لم تظهر، ولكن هذا لا يعني أنه هو موقوف أنه تحت حراسة، لا، هو سوف يشارك في تحقيقات كشخص الذي كان مسؤول عن علاقات الجيش الروسي وزارة الدفاع مع فاغنر.
وبالتالي هل هو نعم هناك معلومات تفيد أيضا سيد ماتوزوف، يعني نستفيد من وجودك للوقوف عند حقيقة فعلا ما يجري. هناك خبر من موسكو تايمز ومن وزارة الدفاع بأنه مسجون في سجن ليفورتوفو، مصادر عن وزارة الدفاع وفقا للصحيفة. نعم نعم. أولا أن رسميا لا يوجد أي خبر عن اعتقاله. طبعا وزارة الدفاع لا تزال لا تعترف قرار رئيس بوتين. قرار رئيس بوتين رفع أي تهمة ضد فاغنر. وهذه هي الخلافات لا تزال قائمة. وتجري الآن تحقيقات حول طبيعة الخلاف بين فاغنر ووزارة الدفاع، ما انتهت بعد التحقيقات. وأنا شخصيا لا أستثنى أن سوراويكين هو يعطي أي معلومات للجنة تحقيقات الدولة الروسية والذي سوف يشارك. ولكن القرار الرئيس الدولة، نعم سيد ماتوزوف، ما رفع التهمة على بريغوجين قائمة، ويعتبرون مقاتلين فاغنر كأبطال، أبطال الذين حرروا بخمود. يبدو أن هناك تقطع في الصوت. نعم سيد ماتوزوف. أي نعم. نعم هل تسمعني؟ صحيفة نيويورك تايمز أيضا تحدثت بأن هناك مسؤول عسكري كبير كان يعلم بخطة تمرد فاغنر، هل المخابرات الروسية كانت على علم بهذا التمرد، يعني كما أشارت بعض وسائل الإعلام قبل يومين من حدوثها؟ ما كانت سرا أن فاغنر يحضر المسيرة. هو اتهم وهو أرسل رسالة خطية إلى اللجنة المدعي العام في روسيا الذي يتهمه بوزير الدفاع ورئيس أركان الحرب. كل الاتهامات من جانب بريغوجين كانت علنية، ما كانت شيئا سريا. ولذلك تهديد، وهو أعلن من الزمان أنه يدبر المسيرة إلى موسكو ويسقط ويعاقب هؤلاء الذين تورطوا في الرشوة أثناء حربهم في بخمود. لذلك هذا الصراع ما كانت سري. ولا يوجد هناك أي سرية في علاقات. تحقيقات ضرورية الآن بكل تفاصيل. نعم. هناك أيضا معلومات يعني سيد ماتوزوف تشير إلى أن سيرجي سوفكين كان متعاطفا مع يفغيني. على كل حال كما تفضلت وذكرت سيكون هناك متابعة للتحقيقات وما قد يصدر عنها. نكتفي بهذا القدر، نشكر لك هذه المشاركة معنا من موسكو. بدأ الحجاج في مشعر منى أول أيام التشريق وسط تنظيمات وخدمات متكاملة تقدمها الجهات المعنية في السعودية، حيث بدأ الحجاج برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن قاموا برمي يوم أمس جمرة العقبة، فيما تعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات مع تطبيق الخطط والتدابير الوقائية المكثفة لرمي الحجاج الجمرات الثلاث بيسر وسهولة بعد أن يتم التفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المعدة مسبقاً. وأيضا مشاهدينا من الحرم المكي ينضم إلينا مراسل الحدث سلطان السلمي. أهلا بك سلطان، كل عام وأنت بخير، أضحى مبارك. يعني طبعا بماذا تتميز هذه السنة عن سابقاتها بالرغم من هذا العدد الكبير للحجاج؟ وقد يعني من خلال متابعتنا علمنا بأن المملكة هذا العام تستخدم خوازرميات من أجل يعني تسهيل انسيابية حركة الحجاج، ما هي المعلومات لديك؟
قبل الخوض في تفاصيل ماذا عملت الحكومة السعودية ممثلة بوزاراتها وقطاعاتها وهيئاتها، نريد أن نعطي آخر التحديثات المتعلقة بأداء طواف الإفاضة هنا في الحرم المكي. تجاوز عدد الحاجين الذين قد قاموا بأداء طواف الإفاضة منذ يوم أو منذ فجر يوم أمس وحتى هذه اللحظة أكثر من 1,700,000 حاج. نتحدث عن اكتمال كلي لعدد الحجيج من 1,800,000 حاج. فيما يتعلق بحج هذا العام، كافة المسؤولين والوزارات والهيئات السعودية العاملة في موسم الحج وعددها 40 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجيج طوال أيام نسك الحج، نتحدث عن أعمال ومبادرات وأفكار استثنائية تميل على أو تعمل على راحة الحجيج بشكل عام. اليوم يتم إدارة الحشود وهي من المرتكزات المهمة لنجاح موسم الحج. عملت وزارة الحج والعمرة السعودية على الاستفادة من كافة الخوارزميات المتعلقة بإدارة الحشود وتحليل الأرقام والكثافات البشرية عبر الكاميرات وعبر الذكاء الاصطناعي وعبر غرف المراقبة. نتحدث عن وجود أكثر من 20,000 كاميرا لرصد حركة الحشود داخل الحرم المكي وداخل الطرق المؤدية للحرم المكي وداخل المشاعر المقدسة. عندما توضع الخطط التشغيلية بدقة، وهذا يعود للخبرات المتراكمة التي عملت عليها الحكومة السعودية طوال أيام أو طوال المواسم الماضية للحج، نتحدث عن توفير كافة التطبيقات وتوفير كافة المبادرات وتوفير كافة الإمكانيات المادية وكذلك البشرية لإنجاح موسم الحج. نتحدث على سبيل المثال، اليوم هنالك تطبيق يدعى بتطبيق نسك، يستطيع الحاج وهو في بلده حجز أو استخراج التصاريح الخاصة بالحج لهذا الموسم. أيضا نتحدث على مستشفيات افتراضية، أيضا نتحدث على عمليات. يعني قبل أن ينتهي الوقت اسمح لي وعذرا للمقاطعة، الوضع العام يعني للحجاج في الحرم المكي سلطان؟ حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالات إصابات خطيرة أو إصابات وبائية في الحج بشكل عام. تسيير الأمور وفق الخطط التشغيلية، نجحت رئاسة شؤون الحرمين بتطبيق الخطة التشغيلية ووصلت نسبة النجاح إلى 95% بحسب ما أعلنت عن رئاسة شؤون الحرمين لقناة الحدث. نتحدث عن توفير 14,000 موظف يعملون على خدمة الحجيج هنا داخل الحرم المكي، يستفيد يوميا من كافة الخدمات المقدمة في الحرم المكي أكثر من 1,500,000 مستفيد. نتحدث على سبيل المثال من خدمات المميزة في موسم حج هذا العام كالعربات الكهربائية، نتحدث كذلك كتوزيع المظال وتوزيع أكثر من 3 مليون لتر من المياه زمزم، نتحدث على توفير مترجمين ب50 لغة، نتحدث على تقنيات وتطبيقات خاصة بأداء النسك داخل الحرم المكي، خرائط تفاعلية، أجهزة ريبورت لتعقيم الحرم المكي طوال أداء النسك، معلومات كثيرة قد لا يسعنا الوقت لذكرها الآن. فعلا شكرا لك لكل هذه التوضيحات ولوضعنا في صورة ما يجري في الحرم المكي من انسيابية. شكرا لك، كان معنا من مكة المكرمة مراسل حدث الزميل سلطان السلمي. طبعا للعيد في الأردن تقاليد يخطها الأجداد ويتشربها الصغار، عادات لا تموت خاصة بين أهالي البادية، حيث يحتفي الجميع بلقاءات قوامها أصول ثابتة منذ ساعات الصباح الأولى، تتميز باللباس التقليدي والقهوة العربية والمعايدات ولمة الأهل والقريب والغريب. نتابع. توقد النار وبجانبها دلال القهوة، هكذا هي أولى لحظات استقبالهم للعيد. تشتد النار ومعها طقوس البادية حاضرة، مشاهد ابتعدت عن جولة سريعة للمعايدة فكانت بلباس أهلها التقليدي وهوية أجدادهم. لباسنا اللباس العربي اللي انت شايفه هذا لباسنا، والقهوة نفس الشيء. بالعيد هذا الزي الرسمي للأطفالنا ولشبابنا وشيابنا الحمد لله. احنا نتميز باللبس، لبس البدو اللي هو اللبس العربي، وقهوتنا موجودة القهوة السادة العربية، ونضحي ونقدم الحلو. فطور تقليدي جمع العشرات منهم، وزعت لحوم الأضاحي وكان لأهلها منها نصيب. وما بين ترحيب وتهليل، أطفال ارتدوا الزي التقليدي وحاولوا الوقوف بجانب الكبار الذين استرجعوا ذكريات العيد أيام الأجداد وتمنوا أن تستمر كما هي لسنين مقبلة أيضاً.
أنا أسعد بني آدم ومديون، وكل واحد فات بيتي وقال لي كل عام وانت بخير، والله مديون ومطوقين رقبتي الطوق ما في منه، لأنه اللي جاك وقال لك كل عام وانت بخير والله عند الله مقدر، كيف عندنا حنا والله هذا طبع البدو، انت شفتي بعينك البدو ما شاء الله البدو زينين. وما بين الكثير ممن تقتصر معايداتهم على رسائل عبر الهاتف أو حتى اتصال، يبقى حبل الود هنا حاضرا وجها لوجه، فلن يمر العيد على أهل البادية الأردنية دون أن يحمل هذه المشاهد التي انتفضت على عصر السرعة وتأثيرها على لمة بعض الأهل والأحباب. سهى جميل، الحدث، عمان. في الأجواء العيد أيضا يحرص مواطنو إقليم كردستان العراق في أيام عيد الأضحى على ارتداء الزي الكردي الذي يعتبرونه رمزا من الرموز القومية، ما يجعلهم يتميزون عن باقي العراقيين بارتدائهم لهذا الزي في المناسبات. ما أن يحل العيد في إقليم كردستان العراق حتى نرى المواطن هنا مرتديا الزي الكردي الفلكلوري والمستوحي من الطبيعات الجبلية والتلال. ويعتبر الزي الكردي زي المناسبات السعيدة لكثرة ألوانه وتطريزاته وقماشه الفاخر، ما يميزهم عن باقي سكان العراق. الزي الكردي مناسب للأعياد ونحن نلبسه في كل المناسبات ونظهر به أمام الناس مميزين عن عشائرنا وقومياتنا، والزي الكردي مناسب لكل مكان أيضا. حزام من القماش يلتف حول خصر الرجال على سترة وسروال، وهناك من يرتدي الشماغ معه، وتختلف أشكال وألوان الشماغ من منطقة لأخرى ومن عشيرة لأخرى، ويمكن أن يرمز كل لون لعشيرة كردية لوحدها، بيد أن اختلاف الألوان والتصاميم لا يغير من أصل وتصميم هذا الزي. الألوان يعني كل واحد حسب ذوقه، يعني اكو لون اسود يلبسه، هسه انا لابس لون بارزاني يسمونه، اي يعني كل نوعيه وكل واحد عشان اقول حسب طبعه هو شنو يحب من اللون الكردي. كل مدينه ولها زي معين، اربيل لها زي خاص، ودهوك وايضا السليمانيه وكركوك ومناطق هورمان ايضا لها زي معين. إقبال كبير على لبس الزي الكردي لجميع فئات المجتمع هنا في إقليم كردستان العراق في المناسبات والأعياد، سيما عيد الأضحى المبارك، ما يعتبرونه زيهم القومي الفلكلوري الذي يميزهم عن سائر بلاد العالم. فكل عام والجميع بخير. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى اجتماع لخلية الأزمة الحكومية اليوم على خلفية استمرار الاحتجاجات في الشارع الفرنسي وتصاعد المواجهات مع الشرطة بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة، ومساء تجددت المواجهات بين الشرطة وسكان غاضبين في ضاحية نانتير قرب باريس وفي عدد من الضواحي المجاورة لها، ما تسبب بإحراق عدد من السيارات وتوقع استمرار المواجهات طوال الليل. Il y a 50 000 personnes qui vous regardent. Vous agressez un journaliste. Vous y allez. Mais non. Vous y allez. Vous mettez en danger. Vous mettez. J'étais derrière la voiture. Franchement, c'est lamentable. Allez-y, vous reculez. Et vous voulez faire comme ça quoi? J'aille dedans, c'est ça? Vous reculez, monsieur. Non, je ne courrai pas pour ma sécurité. Je ne courrai pas pour ma sécurité. Point bas. Eh hey, moi je vais pas me mettre en danger pour vos conneries hein.
في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. تواصل الهجمات على زلنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وسط أنباء عن سيطرة الدعم السريع عليها. أنقرة تنتظر رد دمشق على 4 شروط تعتبرها ضرورية لبناء الثقة، أبرزها مسؤولية ضمان أمن الحدود. بعد اختفائه أنباء عن اعتقال الجنرال سيرغي سوريفكين لدعمه تمرد فاغنر وزجه بسجن لوفورتوفو المحصن. بعد رمي جمرة العقبة في أول أيام العيد، الحجاج يبدأون اليوم أول أيام التشريق ويرمون الجمرة الصغرى. أنتم مدعوون مشاهدين دائما البقاء برفقتنا ومتابعة قناة الحدث. المزيد من الأخبار بانتظاركم بعد قليل. يمكنكم أن تتابعونا عبر قناة الحدث وعبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.